من بدايتي باليوتيوب إلى يومكم هذا ما عمره مر أسبوع ما نزلت فيه مقطع، ولكن وبقدرة واحد أحد قدر الله أن أكمل أسبوعين بدون ما نزل لكم ولا مقطع. السلام عليكم ورحمة الله. شونجكس بونك يلي نسيتوني، أنا أوريكم وللناس اللي تسأل الله يسعدكم. وأنا ليش مستحي؟ طيب يا جماعة، أول شيء ممكن المايك يكون متغير، الناس يعني ها يعني اصبروا علي شوي. أنا اليوم ما أدري إيش المقطع هذا اللي بنزله، لكن بسم الله الرحمن الرحيم، والله ما أدري وش أبدأ فيه صراحة، ولاني مجهز يا جماعة أي شيء، لكن أحمد شمك مستحي، حتى مو قاعد أطلع بالكاميرا، قاعد أطلع بوجهي كني وأنا رجل. طيب يا جماعة الخير، والله حقيقة أنا ما جهزت أي شيء، لكن مدام ان انا اعرف بس اول دقيقتين بكون مستحي بدي خلاص ما ارجع طبيعي. فاسمعوا، اول شيء يا جماعة الخير للناس اللي ما تدري، انا اصبت بفيروس كورونا الله يكفيكم شره، وكملت الان تقريبا 16 او 15 يوم والحمد لله الاعراض راحت، بس باقي حاجه واحده ناسبه وان شاء الله بتروح قريب باذن الله. لكن الحمد لله صحتي طيبه، وكل الناس اللي سالت وكتبت لي كلام في أي مكان الله يسعدكم يا جماعة. في مقطع اليوم اللي بيصير، إيش بيصير في مقطع اليوم؟ اللي بيصير في مقطع اليوم إني راح أتكلم معاكم عن في 14. طيب ممكن تشوفون أعراض بسيطة في المقطع تصير أنتوا سلكوا، أنا جالس الآن في المراحل النهائية، يعني إن شاء الله إني برجع حصان. أنا حصان، أنا طول عمري حصان، لكني يعني فهمتوا. المهم يا جماعة عشان ما أدخل بالتفاصيل، في 14 يوم يا جماعة اللي فاتت جاني فيروس كورونا، كفانا وإياكم الله شره، أصبت فيه. لكن طريقة الإصابة اللي فيه اللي جتني سببت لي رعب أكثر من الفيروس نفسه، وبأشرح لكم التفصيل اللي ممكن يهمكم، والباقي إن شاء الله أني ما يعني وش قاعد أقول، والله العقب يدي ليش قاعد أحس أني ماني عارف أتكلم ليش. ها أنا أذبح كورونا، أنا أذبح كورونا، أذبحها أنا. قبل 15-16 يوم يا جماعة الخير، أو خلينا نقول قبل أسبوعين، رجعت من المقر من عند الشباب في الرياض وأنا بصحة طيبة، ووصلت الدمام. كنت أبي أقابل أهلي قبل لا يسافرون أهلي، وأجلس معهم وأسلم عليهم وأخذ معهم يعني زي ما تقول قبل لا يسافرون يعني أجلس معهم شوي. لكن قبل لا أروح البيت أنا هنا اتخذت قرار، الحمد لله على كل حال ما بقول لي ندمت عليه، لكن الحمد لله مكتوب هذا الشيء وصار. وش القرار يا احمد؟ اسمع علينا المشاهد وحياكم الله بقصه جديده كذا، لا تدخل بقصه. اسمعوا، هذه سالفه الاصابه اللي جتني باختصار، وسالفه المرض كيف صار لي. اول ما وصلت المطار يا جماعه الخير استقبلني واحد من الشباب وقال لي احمد الحمد لله على السلامه، من سمع عنك ايش رايك كذا على السريع نمر العيال تاكين ينتظرونا نجلس معاهم نتعشى وودك عند اهلك على طول ورجعك البيت، ايش رايك؟ قلت ما في مشكله بما انها وضع سريع. وهنا كان ابليس راكب ثالث معانا وقال لي يلا يا احمد روح معاه وان شاء الله انك تكون ممتاز ترجع لاهلك. قلت طيب، رحت مع الرجال الطيب صديقي. المهم ما لكم بالطويله، ركبت مع الاستاذ الغالي، جلست مع الشباب سلمت عليهم، اكيد اخوياك من زمان تبويس خفيف، وينكم؟ كيف؟ الحمد لله السلام، الله يسلمكم وياخذكم، الله يسعدكم، كيف حالكم؟ طيبين؟ جلست سولفت معاهم تعشينا. مر هذاك اليوم وانا ما كنت مرتاح فيه مره، لان يوم كنت جالس مع الشباب كان في واحد من العيال اللي اعرفهم زين مو طيب مره، كان جالس لحاله وبين فتره وفتره احس ان الولد يعني تعرف اللي تحس انه مو طبيعي، يا انه تعبان او في شيء مزعله، انا ما كنت ادري انه هو تعبان. طبعا يا جماعه الخير التحليل والتفسير هذا كله ترى ما طلع بوقتها، طلع بعدها انا ما مشيت وقعدت ارجع للذكريات وافكر. المهم بعد ما خلصت من اخوياي وجلست معاهم ومشيت ورجعت عند اهلي مره اخرى، دخلت البيت. انا كنت ماخذ قاعده اني اول ما برجع البيت احتياطا يعني ما راح اسلم على اهلي، يعني سلام حار بيكون سلام خفيف ومن بعيد تجنبا يعني للشبهات، ما ادري الواحد ايش يصير، والواحد يخاف على اللي حوله اكثر منه وبالذات اذا كانوا امك وابوك. تمام. وهنا يا جماعه الخير بدت السالفه اللي دخلت البيت يا جماعه الخير، واول ما قابلت قدام وجهي امي. حلو، انا كطبيعي يعني مستانس، امي مستانسه، ما مداني حتى اقول التباعد الوالده محظنا. فسلمت على امي وانا والله كنت خايف، كنت لابس وقتها كمامه، اوكي؟ سلمت عليها وكيف حالك يا احمد؟ وقلت امي والله افضل ان نبعد عن بعض. قلت لك فيك شيء؟ قلت لا بس هي احتياط، انا تو جاي من برا فانتم جالسين لحالكم. قالت لا تعال تعال بس نسلم على ابوك. تاخذ امي وتطلعني عند ابوي وامسك ابوي واحد براسه واحد بيده واسلم عليه. اوكي؟ انا كنت سليم جدا في الوقت هذا ووضعي طيبه واموري حلوه. جلست مع اهلي
اوكي باك. معلش شباب، الكحة هذه ترى طبيعية ان شاء الله تروح مع الوقت باذن الله. جلست مع اهلي يا جماعة الخير اول يوم، سولفت معاها الحمد لله على السلامة، سواليف خفيفة، قهوة شاهي، بعدين كل واحد راح ورده. تمام. مر اليوم الاول يا جماعة الخير، جاء اليوم اللي بعده، انا طبيعي صورت تغريدة اني رجعت البيت وكل اموري تمام ومستانس، كنت ناوي ابث واكمل مقاطع كل شيء تسير تمام. الى يا جماعة الخير ما حسيت في ذاك اليوم اللي هو الثاني من مقابلتي للشباب، حسيت يا جماعة اني قاعد اكح بدون اي شيء في الحياة. هنا البداية، خلوكم مركزين معي، هذه البداية. احمد كذا، احمد يكح، ها بديت اكح يا اخوان، كحة تخوف شوي. تمام، بديت اكح يا اخوان، كحة تخوف شوي وما لها اي سبب، يعني ما كنت شارب شيء بارد ومكيف موب علي، اموري كانت غريبة يعني بداية. مر اليوم هذاك، كنت توي صاحي الصباح واموري كويسة ومرتاح ومروق، كنت بكمل يومي عادي. انا الان باليوم الثاني، تمام، يوم الثاني من جلستي مع الشاب ذولي. المهم فمر اليوم الثاني يا جماعة الخير، حاولت قدر المستطاع اني اكون طبيعي وما اوسوس، اقول لا ما ابغى اوسوس، اقول كورونا ولا ابغى يعني افكر بالمرض عشان ما يجيني، فمشيت الامر طبيعي جدا، وكنت احاول قدر المستطاع اني احتياطا ما اختلط باحد واجلس بغرفتي. اوكي. مر اليوم الاول والثاني تقريبا من بعد ما جلست معهم ثلاثة ايام، اوكي قمت الصباح وكملت يومي طبيعي. الغريب في الموضوع ان كانت الكحة هي الوحيدة اللي في البداية تطلع لي وما كانت دائمة، تجيني ساعات معينة ثم تختفي مني، الى ان يا جماعة الخير في اليوم الثالث تقريبا او الرابع والله ما اذكر، قبل لا اروح انام هنا انا قلت جي والله يا جماعة، رحت انستحت مو على فراشي، على الكنبة اللي دائما انستح عليها هنا، وتكت على جوالي قبل لا انام على بال ما توصل اغراضي واجهزتي واضبط الجهاز وابد، كنت بنام اليوم بدري عشان بكره اشتغل عليها. فاللي صار يا جماعه الخير، قبل لا انام يا عيال درجه حراره الغرفه عاديه، اوكي الكحه مو موجوده عندي، لكن جسمي معرك واحس اني بردان، برد مع عرق مع حر كذا، الاجواء قامت تتلخبط علي. انا هنا قمت ابتسم بخوف، تعرفون ابتسامه القمطه اللي قاعد تقول احمد ليش هذا اللي جاك يا ربي، ماخذ الوضع البدايه كموضوع بسيط يا احمد لا توسوس، كنت اكره الوسوسه يعني فاهمين علي، الواحد اذا كثر الوسواس يجيه المرض. المهم يا جماعه الخير حسيت اني بردان مر، قصبت على المكيف ودفيت عمري زياده وانا ما ادري، وقلت بنام وان شاء الله اني اصحى ما فيني شيء، وهنا كانت البدايه. حاولت انام وباقي جسمي قاعد يعرق، قمت اكف كحات كذا غريبه، وهذا كله جالس يصير وانا لحالي بغرفتي. ارسلت لامي رساله، امي انا وضعي مو طيب، اخاف ان فيني اعراض لا سمح الله الفيروس كورونا، فتجنبا لهذه الامور اعزلوا نفسكم عني لا حيدخل علي. ردت علي امي بالفيس هذاك اللي منصدم، قالت كيف لا حد يدخل عليك واحنا مبوسينك ومسلمين عليك وجالس معنا طول اليوم. انا هنا قلت شت، امي كلامها صح، فعشان كذا ايش لازم اني اقوم افحص. الوقت لا متاخر، قلت بنام بقوم اول ما اصحى بافحص، بس انتم احتياطا لا تخشون علي، طيب ما تدرون يمكن المرض ما جاكم وبيجيكم يتقلتوا علي. قالت الله يستر يا ولدي، وقوم انت الصباح بدري، انا بجهز لك كل شيء، كمامات وقفازات، اطلع وارجع وارم كل شيء بعدك. قلت طيب. رحت يا جماعه الخير للمستوصف، فحص، دخلوا بخشمي حاجه طولها 4 متر هنا وسووا لي فحص، قالوا لي بتطلع نيجاتيف بعد يومين او يوم. قلت طيب بس اعزل نفسك احتياطا ولا تخالط احد. قلت طيب. المهم يا جماعه الخير مر اليوم هذاك، رجعت البيت وحبست عمري وجلست هناك موسوس، قعدت بيني وبين نفسي اقرا واسال الشباب، الين ما دخلت الجروب اللي انا ما ادخل حق العيال واشوفهم كاتبين يا جماعه اللي كان جالس في اليوم الفلاني مع فلان يروح يفحص ضروري. فلان مين اللي قلت لكم وضعه كان غريب؟ انا هنا يوم قريت الكلام اللي جاني في الجوال قلت بس انا اصبت 100% دام هذاك كان معاي. الله طبعا هو تعافى الحين اللهم لك الحمد، لكن الله يصلحه ويشفيه. مفروض انه ما دام الوضع الولد مو طيب، اي واحد يا جماعه الخير تحس انه فيك شيء لا تروح تأذي غيرك، اجلس احبس عمرك لما تتاكد انك سليم 100%. طيب ممتازين انتم. ايوه على طاري الامتيال شباب، ولا ما دخل صح؟ طيب خلاص نرجع له بعدين، هذا والله ذكروني ارجع له باذن الله. المهم يا اخوان انا قلت بس، وفي نفس الوقت هذاك اليوم كانت الاعراض عندي واضحه انها اعراض ميب يعني اعراض فيروس، ميب اعراض يعني كحه ولا زكام، كانت حراره والم بالجسم وكحه
وصداع، كل شيء موجود، كل ما تلذ وطاب من الإصابة موجودة عندي ذاك اليوم. لكن كلها كانت البدايات. تمام؟ تمام. المهم مرة اليوم الأول وما زلت متوتر وشايل هم اليوم الأول طبعا من الفحص، وشايل هم ان اهلي ليكون فيهم شيء. قعدت اقلبها براتي والله يا عيال، وهذا اكثر شيء خوفني. قعدت اقول ابوي كبير بالسن، في سكر الله يشفيه ويشفي اباء الجميع وامهاتهم ويرحم منه ميت فيهم، وامي برضو كبيره في السن، خفت اني انا اكون سبب في اني جبت الفيروس لهم، وشايل هم مره. قعدت اوسوس يا ربي ايش اسوي، انتظر ولا ايش؟ فكلمت اهلي، روحوا افحصوا احتياطا، انا سالفتي كذا كذا كذا، انتوا افحصوا احتياطا. قال طيب. طبعا في اليوم الثاني والثالث بعد الفحص الاعراض عندي كانت مره واضحه، يعني انا ما شفت اني نتيجتي طلعت اني مصاب، لكن حاس اني مصاب من الاشياء اللي قاعد تصير لي. والله يا اخوان ان النوم كل شوي افز، اقوم اشوف نفسي انا ايش السالفه، انا حار، انا باقي مصدعي، انا باقي حار، الله يقطع بالقهر، يلا ارجع نام يا احمد. يومي كله يروح نوم لان ما في شيء اقدر اسويه ولا اقدر اني ابذل مجهود، لازم ارتاح، وما في ادويه وعلاجات اقدر استخدمها وانا توي ماني متاكد. وغير كذا فيروس كورونا يعتمد اغلب شيء على مناعه الشخص، اذا انت مناعتك قويه فانت يعني ان شاء الله انك بتادي ضده، وإذا أنت ذاك فيعني جيجي. لكن اسمعوا، هذا الفيروس فيروس ابن الذين اللي أنا أجي أطقطق عليك، أدخل جسمك أطقطق عليك وأمشي. في الأيام هذه يا جماعة كان وضعي غريب، ساعة أكون فيها أحصان وساعة أكون فيها ميت ويلا يلا أتحرك، ليش ما أدري، يعني أكون ما فيني شيء وأمشي وأقوم، لكن بعدها على طول أتعب مرة، يعني يجيني شوي وروح شوي. بعدين طلع هذا بسبب الجسم يكون يقاوم الفيروس، ففي الوقت اللي فيه مقاومة أنا أتعب وأعرق وحرارتي ترتفع وأحس بخمول، فهمتوا؟ ما بيدخل بالتفاصيل مرة. المهم مرة اليوم الثالث قمت الصباح على رسالة في الجوال، الرسالة كان فيها المكتوب كالآتي: عزيزي أو عزيزتي أحمد، ننبئكم شيء زي كذا أنكم أصبت بفيروس كورونا ونتيجة فحص موجب. أول ما جتني رسالة هذه أول شيء جاب راسي أمي وأبوي. طبعا بعد ما جتني قلت الحمد لله، بيني وبينكم انا ما كنت يعني منصدم مره، كنت متوقع، قلت الحمد لله، مسكت عمري، رحت كلمت الشباب اللي كانوا معي: ها يا جماعه كيف وضعكم؟ سبحانه رب العباد، سبحانه، ما حد جاه فيهم شيء الا انا اللي دارس هذاك الله يستر عليه. المهم كلمتها، راحوا اهلي عصوا، ما بيدخل بالتواصل ولا بيطول. مرت 5-4 ايام وانا اقاوم اقاوم اقاوم. اكثر شيء اتعبني يا جماعة اني ما اقدر احس بالشيء اللي اكله او اشم، هذه من الاعراض. تمام؟ صرت اكل، تدري ايش قاعد اكل؟ ابوي يحط فرنفل على دبس على عسل على بطيخ، كل حاجة واكل ولا ادري، كاني تيس بس اكل واشرب. وكنت كانت صحتي يعني اللهم لك الحمد مو مرة طايح، لكن مالي نفسي اسوي شيء، فكان التيس اللي قدامكم بس ياكل وينام ياكل وينام في المدة هذه، وخايف من ان الفيروس انقلت له. تمام؟ بعد ما مر كم يوم صحتي بدت تتعافى والاعراض كلها اختفت، كل شيء اختفى من عندي. جتني امي تقول: احمد حصنا وقالوا لنا انها بتطلع النتيجه بكره. قلت الحمد لله، تحسون بشيء؟ قالوا لا، لكن الشغاله فيها كحه. يوم قالوا الشغاله فيها كحه قلت بس هي الشغاله جاها شيء، وهي اللي تطبخ وتنظف فاكيد ان الكل بيجيه بلا. انا توترت هنا زياده، الاعراض عندي راحت، لكن في اليوم اللي بعده ارجع عرض جديد اللي هو للحين معي، اللي هو اذا خليت شهيق. شوف الحين بسوي لكم تيست، انا الحين ما فيني شيء صح؟ طالعوا. اذا خذيت شهيق او بذلت مجهود صدري يبيكم، يبغى، انا ما ابغى بس هو يبغى يكون، فانا اخليه. واذا خليته تزيد الكحه ما توقف لما نشرب حاجه. المهم انا بروح بعيد يا جماعه عشان ما اطول، والله ما ادري كيف بيطلع المقطع هذا، لكن هذا مقطع الرجعه وانا ما ادري ليش معرق، والله غريب، اقسم بالله انه فيروس الطقطقه هذا يا جماعه يا عيال يا اخوان، لا تكبروا منه لان الفيروس مكبر ومضخم. انت اذا قعدت تخاف من شيء بيلعب في حسبتك، انت امسك طقطق على امه كورونا، يلا طيب ها يلا تعال خش، انا ازق في جوك وانام كل اليوم، يبغى يتعبني، طيب انا نايم. والله يا عيال انا نص الحجر نوم، لنوم سليب كذا، انا نايم والجسم يتصفق من داخل، اصحى من النوم اصك بمشروبات الوالد الله يطول في عمر، قرنفل مع الزنجبيل مع العسل مع الرمان، ودخلها في البطن وروح نام بعدها، خلي كل حاجه تتفجر داخل. فيوم فحصوا اهلي بعدها بيوم، حابب ابشركم انهم كلهم طلعوا سلبي وما فيهم اي شيء اللهم لك الحمد.
طيب يا احمد الحين انت ايش تبغى؟ فمرت الايام يا جماعه الخير وكملت الان والله ما ادري اي يوم، نزلت تغريده اني مصاب واني على فتره الشفاء قبل الاخيره الحمد لله، والله اني مشتاق لكم مره وابغى ارجع بس ماني قادر ارجع وانا كل وقتي نوم، بس ان شاء الله ان من المقطع هذا بحاول حبه حبه ابدا ارجع للريتم القديم للقناه وبعدل المايك وبروح للشباب في المقر وببوسهم عشان يجيهم على اي صاحبي حاجه مهمه، شكر شكر خاص لوزاره الصحه الله يعطيهم العافيه، يدقون علي كل يوم يدقون علي كل يوم وانا راقد لكن اشوف مكالمتهم، فالله يعطيهم العافيه ايش يكون عن صحتك وحالك وكل ما لذ وطاب. المهم يا اخواني واخواتي نرجع للموضوع المهم الان، بما ان اهلي سليمين وانا ان شاء الله انه خلاص يعني المفروض اني ارجع الان باذن الله اني برجع لكم، بنسولف شوي عن كذا نقطه مهمه. اوكي النقطه الاولى اشكر كل واحد سألت عنه واللي قاعد يطلع إشاعات إني توفيت ما أبغى أدري عليك لكن الله يسامحك أنا هذاني حصان حصان. طيب أيوة وصلنا النقطة المركز البعيد. فيا جماعة الخير والله أنا بقول لكم الصدق، طيب وأنا صورت أشياء كثيرة قبل المرض وإن كبت مني ما خلصتها وما أدري أسوي زي جاها يبالي حلاقة صح يبالي حلاقة ما أدري شوف إيش قاعد أقول ترى هذا كله مو موي هذا عرق أنا ما أدري إيش منه قسم بالله هذه معراض إيش قاعد رامي كيف حالك رامي؟ يلا طيب قاعد اسولف مع رامي في نص المقطع وقاعد والله ما تسبحت هذا من ايش جاء يبي بغير التيشيرت هلا شباب باك. المهم الموضوع اللي كنت اقول لكم عنه يعني انا صورت ميمز واشياء لكنها قبل الاصابه ما ادري كيف انزلها الحين بس مر عادي انزل يا جماعه الميمز اللي صورتها والله تعبت وانا اصورها بس المشكله للنص ما ادري اكمل وبعد الاصابه يعني اكمل الحين في الغرفه هذه قتاما يا جماعه ما ابغى اطول مره في المقطع ما ادري كم بياخذ هذا. شكرا جزيلا لكم الله يسعدكم. حاب اقول لكم يراجع باذن الله نفس المقطع اليوم اللي بينزل فيه المقطع بيكون فيه بث. لا تنسون ترى انا ما ذكرتكم الفتره يعني هذا يعني الله يعطيكم الف عافيه جميعا شكرا لكم الله يسعدكم ولا يوريكم مكروه خلوكم ايجابيين انا بخير ان شاء الله وارجع لكم اقوى واقوى الله يسعدكم و مع السلامه.